أبو إبراهيم، من اللي تحب تعطيه باص عيون من الاثنين؟ والله شوف، طبعا إيجالو مهاجم الكلاسيكي اللي يتماشى مع أسلوب الهلال. أنت كيف تشوفه مع الشباب، 18 مباراة سجل 12 وصنع هدف. كيف جاء مع الهلال طور أكثر. ليش طور الهلال؟ الجودة لاعبين والحلول أكثر من الشباب. شباب حلول، مثلا عندك بنيقة التمرير، عندك مثلا صقور، واضحة نقاط القوة اللي في نادي الشباب. لكن في الهلال عندك أكثر من خيار، كارير ويصنع، عندك سلمان الفرج، عندك الأطراف، سالم الدوسري، يشتغلوا كلهم كمنظومة على إيجالو. لاعب يلعب بظهره، يعرف كيف يتصرف بالكرات، كيف يثبت المدافع ويلف، سجل، خلق فرص، يخلق فرص كثيرة لنفسه ويسجل من أنصاف الفرص. وهذا مهاجم كلاسيكي لا تطلب منه شيء آخر. هو التواجد أحيانا مباراة كاملة ما يسوي شيء، لكن تحضير، شفنا مباراة الاتحاد تحضير لسالم الدوسري، مباراة كثيرة وجوده ضروري. أنا بالنسبة لي، أنا الحمد لله مهاجم إمكانياته رهيبة جدا مع النصر. مشكلة الحمد لله السنة دي شفنا احنا مشاكل كثيرة هي اللي خارج الملعب أثرت فيه، ومع ذلك مع النصر شارك 6 مباريات، 4 أساس سجل 3 أهداف، مع الاتحاد 13 مباراة 11 أساس سجل 12 وصنع هدف. أنا سام 13 هدف، لاعب تأقلم بسرعة ووجد الأجواء، كل ما يكون تركيزه في الملعب يقدم مستويات كبيرة. فنيا طبعا كانت تقارن فنيا أقوى من يقال. اللاعب يعطيك مناعة حلوة كثير، يسحب المدافعين، يعرف كيف يتحرك، يلعب، يجيك من الخلف واحد ضد واحد، وان تو، لاعب عنده امكانيات كبيرة. اعتقد الدوري السعودي محظوظ انه عنده مهاجمين بهذه القيمة. لهذا الاثنين قدموا الإضافة، سواء ممكن الحمد لله في النصف الأول مع النصر بالمشاكل والإصابات، لكن مع الاتحاد في نصف الموسم الثاني قدم نفسه بشكل جيد. يقالوا نفس الشيء مع الشباب ومع الهلال، يقدم في مستوى كبير.